ẹ tún ti pa ni ṣáàni alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa habibina muhammadin wa alihi wa ashabihi wa mawala inshaallahu ta'ala aqdi ma'akum دقائق في مادة الصرف إنما أقضي معكم دقائق في مادة الصرف قبل أن يتولى الشيخ أبو نبيل مادته إن شاء الله تعالى. نتيجة ما درسناه في كتاب تصريف العز بأمس نضيف إلى ما درسناه بأمس درسنا ثلاثة أبواب تكملة لثلاثة أبواب نأخذ البابين إن شاء الله تعالى. أوزان الأفعال الثلاثية ثلاثة فعل فعل وفعل هذه هي الأصول الأفعال الثلاثية فعل فعل وفعل الطالب المبتدئ يتعلم من هذا الكلمات غير المضبوطة المشكلة يستفيد من هذا الدرس أنه إذا رأى كلمة جاءت في هذه السورة علم أنها فعل ثم يستطيع ويقدر أن يصرف من ماضي إلى مضارع وإلى فعل أمر ولهذه الأصول الفعلية الثلاثية الثلاثة ست مضارعات لفعل ثلاث مضارعات ولفعل مضارعتان ولفعل ولفعل مضارعة واحدة
أو نعود فنقول لهذه الأصول الفعلية الثلاثية المجردة ستة مضارعات. الآن أتينا به على اسم الفاعل مضارع، ما قلناه سابقا على المصدر مضارع. ستة مضارعات لفعل ثلاثة مضارعات ولفعل مضارعان ولفعل مضارع واحد. هذا هو المجموع في الباب الأول إلى الباب الخامس. فعل يأتي مضارعه على ثلاثة أوزان، يأتي على وزن يفعل، يفعل ويفعل. وأفادنا بأمس أن فعل فعل يأتي مضارعه على وزن يفعل إذا كانت لام عين فعله أو لام فعله حرفا من حروف الحلق، وذكر ما شذ عن هذه القاعدة. القاعدة هي أن يأتي وزن فعل على يفعل إذا كانت عين فعله ولام فعله حرفا من حروف الحلق. هذا هو الذي في الباب الأول والثاني والثالث. الآن الباب الرابع. الباب الرابع قال: وإن كان ماضي على فعلة مكسور العين كيف يأتي مضارعه؟ يأتي مضارعه على وجهين، على وزنين. يأتي مضارعه على وزن يفعل، ويأتي مضارعه على وزن يفعل. والغالب هو أن يأتي وزن فعل مضارع فعل على يفعل، هذا هو الغالب. ولا يأتي مضارع فعل فعل على يفعل إلا سبعة ألفاظ. أنتم تعرفون ألفاظ، سبعة ألفاظ من ورثة، ورث يرث، وورم يرم، ورع يرع، ومق يمق، وثق يثق،
إلى غير ذلك. هذه الألفاظ التي حاولنا أن نذكرها وهي مدونة في كتب الصرف، راجعوها. فقط يأتي فعل على يفعل، وهناك كلمات أخرى وهو يأتي على الوجهين، كما يأتي يفعل يأتي على يفعل. من حاسب نقول يحسب ونقول يحسب، وهل نقول يوهل ونقول يوهل. نعم، وغر نقول يغر ونقول يوغر، إلى غير ذلك من الألفاظ الثمانية أو تسعة، إما ثمانية وإما تسعة. إذن وما عدا هذه الكلمات التي يأتي مضارع فعل على يفعل ويأتي على الوجهين، فعل يأتي على وزن يفعل ويفعل، وغير هذه الألفاظ، ما عدا هذه الألفاظ مضارع فعل لا يأتي إلا على وزن يفعل. واضح؟ واضح؟ والأخير من الأصول الثلاثة الفعلية المجردة فعل له مضارع واحد أو مضارعة واحدة، ومضارعه لا يتعبك، وهذا أسهل أسهل مضارعات أصول الأفعال الثلاثية، لأن وزنه وزن واحد، فعل يفعل، هذه هي أصول الأفعال الثلاثية المجردة. بعد هذا الدرس إن شاء الله تعالى نأتي إلى المزيد أو الرباعي المجرد. الآن انتهى من الأفعال الثلاثية المجردة، والآن يأتي إلى الرباعي المجرد إن شاء الله تعالى، ونواصل درسنا إن شاء الله تعالى. واضح؟ ما في إشكال؟ إيه؟ أصحاب فيسبوك ما في إشكال أو في إشكال؟ أخبرونا، نحل لكم إن شاء الله تعالى إشكالكم. ما في، الحمد لله ما في. الآن أسلم مكبر الصوت إن شاء الله تعالى يا موسى. لو شلت لو بيني تمام كده.